السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاكهة يا جماعة، العنب طبعا ده فاكهة مذكورة في القرآن، العنب وجماله، والعنب في آخره كده تاكله وانت مغمض، ما بقاش فيه، ما بقاش وحش وغيطه طيب، او شوف الحباية عاملة ازاي، ماهيش كبيرة قوي. انا ما بحبش الحاجات اللي المتهرمنة الكبيرة ديت خالص، حد بالك من السلك اللي هيتحرق في دي. العنب وفي الجوافة، دي بقى فاكهة. بصوا الجوافة دي بقى فيتامين سي وبتحوش البرد، والورق بتاعها ممكن تحطه في الحاجات كتير، والبلح طبعا بركه، وفي شاي، وفي هنا بقى ايه دي اسمها العج، او بيسموها في بلاد تانية الشكشوكه. لها مسميات كتير وممكن تتعمل ب 200 طريقه. الشكشوكه دي ممكن تحط عليها كتير جدا، ده هي يعني احنا ممكن نفتح كده اهوت، انا هوريها لكم. وبعدين اللي بصوا يعني شوفوا الجمال، حاجه عظمه. اللهم صل على النبي. خلاص شوفوا انا عايز بس اقطع لكم كده، لان احنا جايبين جبنه موزاريلا، عايز اجربها انا اشوفها تمط ولا لا. اهو شوفوا كده، اهي مط الجبنه، مطت اهي. يبقى الجبنه دي حلوه، الجبنه دي جميله، هي اهي نجيبها بقى ان شاء الله. وفينا عيش، ونبدا بقى ايه. وبسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وبقى يا جماعه الجبنه دي حلوه، هي الجبنه اهي. طبعا احنا يعني ممكن تروح تدور على الدومتي، انا بتاع الدومتي، بحب الدومتي، ممكن تدور عليها ما تلاقيهاش، فديت احسن جبنه بعد الدومتي. حلوه خصوصا وسعرها كويس. بس الهجه ده اهي، الهجه دي النهارده فيها شغل. شو عامله ازاي يا جماعه؟ والله العظيم ان يعني متفائل من الفيديو ده، جميله قوي. ما تعملش في تليفونات يا سعيد، في التليفون. لا مش في دي. انت في العلبة ده. انا سؤال، عايز اجيب الفاتورة عشان تعرفكوا سعر الجبنة ايه. كويس؟ عجبتني. جميل قوي. والله العظيم شوية الصلصة دول انت عاملاهم ازاي يا مسؤول؟ انت ما قلبتهاش. عملتها ده عجباني قوي. ها؟ ده الكيلو ب 147 من الجبنه اللي انت شفتها دي، الجبنه دي 147. بحاول دايما اقول لكم معلومات في الفيديو عشان كده نبقى ايه يعني تستفاد. بعد دمت ده، بعد دمت ما بتسيحش. ما جبنا الكيس اللي فيه 3 كيلو. ايوه هذا التحقق، تشوفوا برضو. لا هي كمان بغلت، لو كانت سخنة شوية كانت قالت، بس حلوة والله عجبتني أوي. دي واحد كده حلوة كده أوي، دي واحد كده والله ما فيها، ده أشرف من الشعر، جميلة. اللهم صل على النبي، بجد يعني عجباني يا جماعة. أنا ما بعرفش آكل لوحدي خالص، لازم الأنفار اللي جنبي ياكلوا معايا. شوفوا شو عاملة إزاي، شوفوا عاملة إزاي. خد يا أم سهيل، بس في حد تاني هنا، اديله لقمة من دي. خد يا أم سهيل. المهم إيه، عجبتني الجبنه الشكشوكه دي، حلوه قوي قوي. اولا شكلها فرنجي من فوق، ومن الصلصه من تحت ديت، يعني ايه الصلصه يعني. خلاص جميله يعني، جميله يا جماعه. اللهم صل على النبي. اهي شوف عامله ازاي، عامله ازاي شويه الصلصه دول، يظبطوا الدماغ، يحوشوا العين. الله طلع النبي. تعالي معايا بكره بقى مزعين. حبيبتي لا مش عايزك انت تيجي معايا. تمام مزعين. باكل الصلصه ازاي، جميله قوي عجبتني. شوف الصلصه يا جماعه، الصلصه عجباني قوي قوي بجد يعني، حلوه معموله حلو يا فاقي. انا حاسس انها كمان مش تقيله. الصلصه مستردة، الله بيقول لك فيها حاجه مش طبيعيه، فاهم مستغده. يا جماعه اسفين على قله التصوير، بس انا والله كان عندي شغل بقالي 3 ساعات قاعد. المفروض تتسوى يعني، نعملها تاني. فيها توم، رب التوم دايما تاكلوا. بصوا يا جماعه، دايما تاكل فاكهه مع الاكل، صدقوني ما عندكوش فكره. يعني طبق ده طبق السلطه بتاعي، خلي بالكم معايا يعني.
تشوفوك حلوه يابا. معلوم حلو قوي كمان. شوفوا عامله ايه. اللهم صل على النبي. خد يا خد 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 كل ادي العصمي. لا ايه جميله قوي يا جماعه. انا بصراحه منبهر بيها. وشويه العنب، العنب دول ملوك. ان العنب ده اللي يلحقه طعمه مختلف. وادعوا لي يا جماعه ان ربنا يشفيني، وظهري واجعني ادعوا لي ان ربنا يشفيني. يعني الشافي هو الله، ربنا يشفينا ويشفيكم جميعا يا رب. بس الاكل جميل بجد، اكل بسيط. بسيط ايه؟ ده اكل عالمي. اي والله تحس كده ب شفت بقى مصغر الكوميك ده شويه. تعرفوا شايفين الله ربنا اول شوفوا حلوه. انا مفكرني بصحفه السمك. هو ممكن انت تقلبها ببعضها بيض كله ببعضه. انا معلش يا شاك هي كده فخامه. خلاص كده مش عايز اطول عليكم في الفيديو. الفيديو كده تمام قوي. اه جميل يعني، جميل يا مصطفى. والعنب جميل والاكل جميل. ربنا يديم علينا نعمه يا رب ويحفظنا من الزوال. اي حاجه عايز تقول ايه؟ ما تقولي الكلام ما تقول. طيب ماشي يلا اشوفكم بخير. السلام عليكم. نشوف اللايك. اعملوا لايك للفيديو يا جماعه. دايما نوصيك على اللايك، اللايك ده مهم جدا. السلام عليكم. هنيجي نعمل شوية أكل.